النقطة، أما الأهلي فيأتي رابعا بفرق مباراة واحدة مؤجلة له، وطبعا الفرق بين المراكز الأولى جاء فقط بالأهداف. نتابع أهداف المباراة وتقرير الزميل بندر طياش. ممكن يجوب الله، محاولة كانت جميلة تقريبا من فريق الهلالي ولكن لم يجد مساندة. تتحيى الكرة للنزال، النزال وانطلق من يوسف الدين ادمن ست، تتحيى الكرة ممكن يجوب الله، يا سلام عليك حسين العلي، كرة راسية جميلة من حسين العلي في غفلة من دفاع النصر، ايضا ممكن يجوب هدف يسدد يوسف الدين، الله شوف كرة جميلة جدا من يوسف الدين وحارس المرمى يبعد ايضا بالنسبة للهلال لناحية المرور، ايضا من النزال كرة جميلة جدا يسدد كرة الله تسديد من النزهان بالقدم اليسرى ولكن الى خارج ارض الملعب، يغير اللعب لناحيه اليمين للنزهان، النزهان وانطلاقه من النزهان، شوف عدم وجود اكثر عدم وجود لاعب يلعب كره اماميه، كره راسيه الله جول، شوف حسين العلي وفعلا كرة جميلة جدا، حسين العلي ويوسف الدريان لناحية اليمين يحاول يعدي يوسف الدريان، هي الكرة ايضا لناحية اليمين خطرة تسديد الله، يا سلام عليه تسديدة قوية من المفعلي، كيتا فاضل وانطلاقة من كيتا فاضل ولكن تخدع عليه من الفريج، كيتا فاضل ناحية اليمين ينتظر المطارد، تهي الكرة مع الله، يا سلام عليك سجل هدف النصر في الدقيقة الأولى من المباراة، لناحية اليمين محمد مرون المطعري خاطر اللي بضعت اليد، هي الكرة داخل المنطقة يا على الكرة الحلوة، كل يستدار الهلال حسين العلي، هي الكرة الجنوبي محمد مرون من كيتا فاضل، هي أيضا كيتا فاضل تعود مرة أخرى كده تزيد الله لكن كرته مقاده من الحلوي، الحلوي تتهيأ الكره لمصلحه الهلال لحسين علي، ادمس لناحيه اليمين تتهيأ الكره لحسين علي، ممكن يسدد حسين الله ضربه جزاء هلاليه، ضربه جزاء هلاليه وبطاقه صفراء، شوف الاعاده مره اخرى، شوف الاعاده مره اخرى، فعلا قرار سليم 100% يا معجب الدوسري، قرار سليم 100% يا معجب الدوسري، ويتقدم الان حسين العلي وشريفي، حسين العلي وشريفي، حسين العلي وشريفي، حسين العلي وشريفي، الله هدف التعادل لمصلحة الهلال في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، حارس المرمى شوف على يمين حارس المرمى وشريفي فعلا كان على موعد على نفس الزاوية ولكن كرة حسين العلي سجل هدف التعادل الهلالي لتولي، هي الكرة مرة أخرى لمنتصف الملعب محمد مرة أيضا من تتحيى الكرة تسديد، يا سلام عليك تسديدة كانت من المطرف، ملعوبة كرة أمامية أيضا وتغطية من الحلو محمد مرة أيضا ولكن ضغط عليه اللي هو شلهوب، تنتهي الكرة إلى خارج أرض الملعب وخطأ لمصلحة النصر، وهنا بطاقة حمراء لأنه لديه بطاقة صفراء فعلا، وهذه هي البطاقة الثانية وطرد للحلوي، طرد للحلوي، شوف الاعادة مرة أخرى، شوف شوف نتابع اللقطة بعد، خلينا شوية خليها يا مخرج شوي، خليها يا مخرج شوي، اي شوف خليها شوي، ملعوبة الكرة ناحية اليسار يحاول يعدي، تتخيل الكرة صدق الله، يا سلام عليك حسين العلي، حسين العلي بيقدم مباراة جميلة، وبالمناسبة مسيدو ترى يعني جاء بتوصية من توليو، ملعوبة كرة أمامية تتحيل كرة ولا وجود تسلل كيتا فاضل وخوي أيضا يعتدي خاطئ تتحيل كرة كيتا فاضل يزيد الله كيتا فاضل كيتا فاضل يسجل الهدف الثالث للنصر، الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 26 من الشوط الثاني كيتا فاضل
لم العتابي لم يكن يعني موفق خروج العتابي واستغلوا ايضا كيتا فاضل. شوف التمريره، شوف العتابي حاول المرور وايضا تجاوز العتابي وسجل الهدف الثالث للنصر. تخيل بندر مطيري، بندر مطيري ملعوبه كره اماميه ومحاوله، تتخيل الكره لحسين علي ممكن عبد الله يتحرك عليك والله تسديده قويه وحارس المرمى ايضا شريف يتوفق في الكره وهنا ايضا هناك خطا وبطاقه عنده بطاقه شوف يبحث عن البطاقة الحمراء يدورها وفعلا بطاقة حمراء على كوليو. كوليو يعني كان يعني كان المباراة كانت حلوة وكانت جميلة وكانت يعني مباراة رائعة ولكن ما كنا الحقيقة مرة أخرى. شوف هذا هو صالح الدوري، شوف كوليو سأل عن استبدال اثنين وهذا ربما يقرر اللي هو الجهاز الفني. تتخيل كده وسط والله يتمر على خروج سيزار الصيفي هيئها لخوري زيزار. شوف خوري زيزار يلعب برش الملعب رش مثل العطر الفرنسي. تتخيل الكره لفيلتا صيفي لناحيه اليسار هجمه لما بعد المتر الحق بها لعب كره الله يتنام على الكره الخطا للهلال. في هذه اللحظه حبه الكلام اعلن حكم المباراه معجب الدوسري عن نهايه المباراه بفوز الفريق النصراوي. سعدنا الف مبروك على هذا الفوز والمستحق على شقيقهم نادي الهلال. والله اول حاجه انا اقول الف مبروك للاعب النصر الاول جماهير الوفيه، المبروك له هو والتهنئه لها لا لها هي والفوز لها هي. وحقيقه انا ما ابغى اعلق على التحكيم وما حصل والبلنتي وطرده اللاعب وخلاف، هذا يتركها لكل من عنده ضمير يشوفه ويحكم على العجيب معجب. وشكرا سمو الامير. لاحظنا اداء فريق النصر يتصاعد تدريجيا من الافضل الى الافضل من خلال النصر. هذا هو النصر وهذه عاداته وهذا هو مبدا النصر. والنصر قلنا بمن حضر وشفت اليوم شباب النصر ومستقبل النصر هزموا اشقائهم اللي ما بقول اكثر من كذا. سمو الامير ماذا عن المباريات القادمه امام شقيقكم فريق الاتحاد وانتم تتطلعون الى الصداره؟ والله الاتحاد غالي وعزيز وحبيب ونحترمه ونقدره اداره ولاعبين وجماهير واعضاء شرف وناديين شقيقين، ولكن حقيقه نسعى نحن للقمه وسنفعل كل ما وسعنا للقمه، واللي اتمنى بس يكون تحكيم جيد وممتاز ولا نرى تحكيم مثل ما حصل اليوم. شكرا لك على عمرك. الله يسلمك.